هديهم عندما يعاملون المسلمين يجدون في المسلمين الأخلاق، يجدون في المسلمين الطيبة، يجدون في المسلمين التعاون، سواء كان في عدة مجالات يتعاون المسلمون معهم، فتتغير نظرتهم عن الإسلام. حتى البعض لا يصدق يعني ما يقوله الإعلام عن الإسلام، يقول نحن معايش المسلمين ونحن مخالط المسلمين، فكيف أنتم تتكلمون عن المسلمين بهذه الصورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، حبيب، كيف بداية دراستكم للعلوم الدينية والإسلامية؟ الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم من تبعهم بإحسان ليوم الدين وعلينا معهم فيهم برحمته إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، عندما نشأنا في مدينة تريم وهي مدينة الأولياء والعلماء والصلحاء والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كان البداية من البيئة التي كنا نشأنا فيها، وهي قريبة من رباط تريم وقريبة من بيت الحبيب مشهور وقريبة من أهم المساجد في تريم، من مسجد بعلوي ومسجد السقاف وغير ذلك. فكنا بسبب هذه البيئة أخذنا مباشرة أولا قديما في رباط تريم عندما جاء الحبيب سالم الشاطري وافتتحه عن الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ، كان يعمل حلقات في تلك الأيام، فأخذنا عن سيدي الحبيب عمر بن محمد بن سالم الحفيظ وبعد دروس الحبيب سالم الشاطري. ثم جزى الله عنا شيخنا الحبيب سعد بن علوي العيدروس، كان يأتي دائما إلى مسجد بعلوي ونحن نحضر الحلقات بين المغرب والعشاء الحزب عند الحبيب محمد حامد بعلوي. فكان الحبيب سعد رحمه الله يرغب كثير من الأولاد ويرغب كثير من الشباب في حفظ القرآن العظيم، فكانوا يرغبنا في حفظ القرآن العظيم ويسرنا حفظ القرآن الكريم. فببركات هؤلاء المشايخ والبيئة التي في تريم المباركة تمكننا بركات هؤلاء الشيوخ من أخذ العلم في هذه البدايات والمختصرات وحفظ القرآن العظيم، ونشأنا في تلك البيئة في تلك الحافة المباركة ما بين الرباط ومسجد بابطين ومسجد باعلوي ومسجد السقاف والمحضار، كلها بيئة يعني نورانية، وكانت تريم كلها كذلك ولا تزال إن شاء الله تعالى. ما شاء الله حبيب، وكيف أخذتم عن المشايخ ومن هم أبرزهم؟ من في البدايات أولا كما قلنا من بداية الحلقات عندما فتح شيخنا الحمر حفظه الله، كانت تلك البدايات في الحلقات التي فتحه شيخنا الحمر في مسجد بابطين، وكانت في مرحلة الشيوعية الشديدة حتى أغلقت بعد تلك الحلقات، وكذلك في رباط تريم عند الحبيب سالم الشاطري رحمه الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك عندما ذهبنا بعد ذلك إلى رباط البيضاء، فأخذنا فرعنا السيد الحبيب محمد الهدار، وترددنا على سيد الحبيب إبراهيم بن عمر بن عقيل بن يحيى مع شيخنا الحبيب عمر، ثم رجعنا بعد ذلك إلى تريم، خذنا عن الحبيب مشهور رحمه الله تعالى التجويد، عندما كنا نتحفظ القرآن عند الحبيب سعد بن علوي العيدروس والفقه رحمه الله تعالى، ثم عند الشيخ فضل عبد الرحمن بفضل وغيرهم من الشيوخ الذين استمرينا نقرأ عندهم في بعض الأوقات، مثل الشيخ محمد علي بعوضان والشيخ محمد علي الخطيب. فكانوا هؤلاء يعني عدد من الشيوخ، سواء كان في مرحلة الأولى مرحلة الحلقات عندما كنا نتلقي، أو في المرحلة الثانية عندما كنا في البيضة، أو في المرحلة الثالثة عندما رجعنا البيضة إلى تريم وواصلنا أخذ العلم في تريم، حتى ذهبنا إلى الشحر بعد ذلك وأمرنا شيخنا الحبيب عمر أن نقرأ على بعض الشيوخ في الشحر، مثل الشيخ عمر بغزار رحمه الله تعالى، قرأنا عن سيد الحبيب أحمد بن علوي في سيئون الحبشي فتح المعين، عن سيدنا الحبيب عبد القادر بن سالم الروش كذلك دروسا في المنهاج وغير ذلك. فكان عدد من الشيوخ في وادي حضرموت في تلك الفترة المباركة والمرحلة هيئها الله سبحانه وتعالى ويسرها حتى ناخذ من هؤلاء الشيوخ جزاهم الله عنا خير الجزاء، كما قال القائل جزى الأشياخ ربي كل خير لقد رسموا السلامات للحياة وأهدون مفاهيم التصافي وأكسير التسامي والثبات، وكانوا خير من أحيا فؤادا وعقلا ضاع في سوق الشتات. هذه الأبيات لشيخنا الحبيب بكر عدني المشهور رحمه الله تعالى. فكذلك الشيوخ في كل مرحلة يأخذون بأيدي الطالبين وبأيدي المريدين والراغبين والدارسين حتى يرسمونهم ويرسمون لهم وييسرون لهم المشي على منهج السلامة الذي قال عنه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذه يعني إحدى أهم مميزات مدرسة حضرموت، التي إحدى المدارس الإسلامية المنتشرة في العالم كله التي تمشي على منهج السلامة، منهج سلامة اللسان من الذم، لا يذمون أحدا ولا يكفرونه ولا يبدعونه ولا يشركونه، وسلامة
اليد، سلامة اللسان من الذم، وسلامة اليد من الإيذاء للمسلمين بالضرب وبالدم وبالمشاركة بالقتل وغير ذلك من أنواع الشرور الكبرى والمعاصي الخطيرة. وكذلك يسلمون القلوب من الهم حتى تكون القلوب تحت مراد الله سبحانه وتعالى، مطمئنة بقضاء الله عز وجل، مطمئنة بما يقضيه الله جل جلاله. هذه ثمرات يعني الالتزام بهذه المدارس النورانية التي تعتمد وتأخذ الكتاب والسنة والعقيدة الصافية المتسلسلة للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بارك وسلم. ما شاء الله. السؤال الثالث، الأماكن التي زرتها في الغرب للدعوة إلى الله تعالى. نعم، بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه كانت أول تلك الرحلات إلى بلاد الغرب سنة 2007. كانت الرحلات إلى الدنمارك وإلى السويد وإلى مدينة إلى بلاد فنلندا، إلى الدول الاسكندنافية هذه. وكانت في 2007 عندما زينا يعني لم يأتي عدد كثير من الدعاء المسلمين إلى تلك البلاد. وصلنا مثلا إلى الدنمارك وكان فيها موجة أيام الرسوم على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والموجة في الإعلام عندما كتبت بعض المجلات رسوم سيلة رسول الله وخرجت المظاهرات والناس كلها كانت متفاعلة مع هذا الحدث ومشمئزة منه ومناصرة للنبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكانت أول تلك الرحلات إلى تلك الدول الاسكندنافية، إلى السويد والدنمارك وفنلندا، هذه الثلاث دول. ثم بعد ذلك توالت سبحان الله الحركة يعني والرحلات إلى بلاد الغرب، خصوصا إلى بريطانيا. كنا نذهب دائما إلى بريطانيا، نقيم الدورة هناك تقريبا كل سنة، دورة اسمها دورة الموطأ، كانت تتنقل مع إقامة المحاضرات هناك، وكذلك الدروس، وكذلك اللقاء بغير المسلمين أحيانا في بعض الكنائس وأحيانا في أماكن أخرى، فنلتقي بغير المسلمين فتحصل ما شاء الله منافع وبركات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك الرحلات إلى أستراليا، ترددنا عدد مرات إلى أستراليا، وذهبنا كندا وألمانيا، يعني عدد من الدول الأوروبية والغربية تيسرت فيها الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والذهاب إليها. فالحمد لله على فضله العظيم، والناس متقبلون هناك، يحتاجون إلى من يتكلم عن الإسلام الكلام الصحيح متحقق بحقائق الإسلام والإيمان. ما شاء الله. وكيف رأي الغرب والأوروبيين في الإسلام؟ الشعوب على عمومها يعني الشعوب عندما تجالس الشعوب والناس سواء كان في الأماكن العامة، سواء كان تقابلهم في القطارات أو تقابلهم في المطارات وتقابلهم في الأماكن العامة، فتجد عند الشعوب الغربية تقبل للإسلام وعندها كذلك استعداد وقابلية للإسلام. ولكن أحيانا عندما تقابل النخبة أو تقابل الناس الذين قد يكونون في موضع القرار أو بعضهم ليس كلهم، أو الذين يكونون مثل في مراكز الجامعات أو غير ذلك، فقد تجد عندهم هذا التشويش عن الإسلام والنظرة السيئة عن الإسلام، وهذه تكون غالبا من الإعلام، قوة الإعلام وسيطرة الإعلام على صياغة أفكار الناس وعلى التدخل في المواضيع التي تنشر في الإعلام تغير أفكار الخلق. ولكن الناس في عمومها في الغرب كما قلنا تجدهم أنهم عندهم تقبل الإسلام وقناعة بالإسلام من كثرة ما ليس من بسبب ماذا؟ مخالطة المسلمين. فتجدهم عندما يعاملون المسلمين يجدون في المسلمين الأخلاق، يجدون في المسلمين الطيبة، يجدون في المسلمين التعاون، سواء كان في عدة مجالات يتعاون المسلمون معهم، فتتغير نظرتهم عن الإسلام. حتى البعض لا يصدق يعني ما يقوله الإعلام عن الإسلام، يقول نحن معايش المسلمين ونحن نخالط المسلمين، فكيف أنتم تتكلمون عن المسلمين بهذه الصورة؟ فإذا الشعوب بعمومها والناس بعمومها تجد عندهم التقبل للإسلام، فإذا وجدوا من يتكلم عن الإسلام الكلام يعني الموزون والكلام المشحون بالإيمانيات وبالعاطفة وبالصدق وبالحقائق وغير ذلك، فالكفر تجده أوهى من خيوط العنكبوت مباشرة. قد تظن أن عقيدة الكفر سواء كانت النصرانية أو سواء كانت الإلحاد عقيدة متمكنة في البواطن، قد تظنها وتعتقدها، في الحقيقة ليست كذلك، لأنها مثل الظلام، فأي نور يأتي من الأنوار يبدد تلك الظلامات، فتجد الإنسان سنوات في الإلحاد أو سنوات في الكفر والعياذ بالله سبحانه وتعالى، فيقبله مؤمن المؤمنين أو دعاء من الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى في دقائق معدودات، كل تلك الأوهام والخيالات الموجودة في بطنه عن الكفر وعقايده وغير ذلك تتهاوى ولا تتلاشى. وخصوصا الذي هو في جانب الإلحاد، شخص الذي ينكر
يعني الملحد ليس المتدين، بعضهم تجده قد تدين بدين النصارى مثل على اختلاف مذاهب النصارى من صغره، فهذا عندما تقابله تجد عنده متمسك، عنده تمسك بدينه الذي نشا عليه، متمسك بدينه الذي الذي نشا عليه والذي كبر عليه، ومع انهم هؤلاء قله، هؤلاء قله، لكن عندما نقابلهم تجد عندهم تمسك لانهم نشأوا منذ الصغر، لان الغرب في وقتنا هذا ليس ما قبل 50 سنة ولا ما قبل 80 سنة، وهم يعترفون بهذا، هم يعترفون يقولون ما قبل 50 سنة كانت حتى منظومة الأخلاق في بلاد الغرب موجودة أكثر من الآن، الآن صار تفسخ والآن صار تحلل والآن صارت عدوانية أكثر واغتصاب أكثر، ما قبل ذلك الشعوب على بساطتها تقدر أن 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 متقبلة لفطرة الله سبحانه وتعالى ولدين الله جل جلاله وتعالى في علاه. فإذا كما قلنا الشعوب بعمومها أو الناس بعمومهم تجد عندهم تقبل وليس عندهم ترسبات باطنية كثيرة عند الإسلام إلا في الفترات الأخيرة هذه، خصوصا بعد الأحداث ما يسمى أحداث سبتمبر هذه، جاءت الترسبات عند الناس واشتغل الإعلام في تشويه الإسلام ومحاولة تشويه الإسلام، بل والمسلمين أيضا شويهونهم لشعوبهم ولأممهم حتى ينفروا عن الإسلام. ولكن كما قلنا هذه كلها تعتبر ظلمات، فإذا جاءت الأنوار لا يمكن أن تقاوم الظلمات النور أبدا، بأي نور يشرق تتبدد الظلمات. فلذلك ما شاء الله نرى الآن إسلام الناس في ليس في الغرب فقط بل في عديد من البلاد غير المسلمة تنتشر أنوار الدين وأنوار الإيمان وأنوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يتعرفون على أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعرفون على السيرة الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يأخذون سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من الإعلام كما يتكلم عنها، ولكنهم يأخذون سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلماء العاملين الذين هم يؤدون والذين هم وراث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فتتغير الأفكار مباشرة عند الناس. وفقنا الله وإياكم ما يحبه الله ويرضاه، ونشر أنوار الدين وأنوار النبي الكريم في الوجود كله بجوده وكرمه وإحسانه، وهو وعد قرآني وعدنا الله سبحانه وتعالى به أن تنتشر هذه النوار في مشارق الأرض ومغاربها.